ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الثور، توقعات الاسبوع الاول لشهر نوفمبر لعام 2021. برج الثور، احنا بالنسبه لنا عندنا بدايه الاسبوع الاول، اصلا بدايه الشهر، بدايه الاسبوع الاول هي قوايا كتيره، نحس ان فيها نوع من انواع القوه، التميز، في عندك خبر صار بتفتتح بيه الاسبوع، فبتحس ان فيها بدايه حلوه، في طله حلوه، في خبر صار بتبدا تحس منه ان اللي جاي هيبقى احلى، هيكون عندك الخبر الصار ده ليه علاقه بامور ملزمه بعد كده كتير، في ان انت بتعدي من مراحل، بتصلح حاجات كتير من المشاكل المتواجده عندك في امورك الحياتيه. اقدر اقول ان انت بتنتصر انتصار قوي خلال الاسبوع ده، وبدايته موفقه كتير ليك. برج الثور بالنسبه لنا احنا عندنا الحركات كده، الكواكب والتغيرات اللي هتكون متواجده خلال الاسبوع الاول كلها داعمه ليك فوق ما تتخيل. طيب احنا بالنسبه لنا اول يوم هو رائع جدا، لان القمر متواجد في برج العذراء، بتحس بنوع من انواع السعاده، الفرحه، القوه، التميز بشكل مهول كتير، خبر صار منتظره جدا جدا من اول يوم في الاسبوع الاول. بعد كده بيكون عندك بقى ان انت بتصلح كتير من الاخطاء اللي انت قمت بيها، بتحاول تصلح علاقاتك بالاخرين، بتحاول تقرب علاقات تاني، بتحاول ان يبقى في علاقه وديه ما بينك وما بين بعض الاشخاص. كتير كنت معرض للانفصال في العلاقات العاطفيه، الى ان الانفصال ده بيتم تصالح او بيتم ترابط مره تانية، او باللغه من الاخر بنصلح ان ما يبقاش فيه انفصال يا جدعان، هيبقى فيه روابط مرة تانية وتجديد علاقات، فعندك ده جدا. اقدر اقول لك ان تجديد العلاقات متواجد يوم واحد، ولكن بيحصل فيه كلام ومناوشات وي 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 لحد ما بنوصل لحد يوم 5. يوم 5 بتبدأ عندنا الامور بتاخد مجرى اكتر، بتاخد عندنا جو اكتر، يعني جو من قرب العلاقات اكتر. هكون حذر يوم 6 ويوم 7 من اني انا في جو الترابط الاكتر، وان احنا نصلح علاقتنا اكتر دي، من ان انا اجيب سيرة قديمة او اجيب مشكله زمان، او عشان مثلا اخلي شكلي مثلا حلو قدام، فاقوم دبب كلمه كده ملهاش اي 30 لازم تطلع تطين الدنيا اكتر. فعليا ان انا اعمل ايه؟ اتجنب المشاكل واتجنب الكلام السيء افكر كويس قبل ما اتكلم، بس كده، ده المطلوب جدا جدا. طيب ده بالنسبه لي اليومين اللي هم بعد كده بقى من بدايه الاسبوع الثاني هيبقى فيه بقى رجوع بقى وعلاقات حلوه وعلاقات حب وعلاقات وديه وتصالحات واخبار ساره جدا، فهمت اقصد ايه؟ فالاسبوع ده حلو قوي لتمهيد، لخاصه للناس اللي هم منفصلين او في انفصال او في مشاكل ما بيننا بالفعل. طيب برج الثور الامور اللي وضحت لك الايام، خلونا نتكلم على الوضع كمهنيا عاطفيا الخ. الامور المهنيه بالنسبه لنا، الوضع المهني في عندك برضو عرض مهني هيكون متميز كتير متواجد ليك خلال الاسبوع ده، في عندك ان انت بتصلح اخطاء قمت بيها في الوضع المهني، سواء انت كنت من اصحاب المشاريع الخاصه فكان عندك تاجيل لمشروع او تاجيل لبدايه او تاجيل لبدايه مهنيه، الى ان بيتم في عندك ان انت بتاخد خطوه قويه في الامور المهنيه، بتحاول تصلح، بتحاول تعالج التاخير المتواجد، بتحاول ان انت تتقدم اكتر، بتحاول ان انت ما تخليش حد يشمت فيك في الوضع المهني. ليه؟ لان انت عندك اشخاص عايزين يشمتوا فيك في الامور المهنيه على فكره، وانت عارفهم كويس قوي، فانت عندك قوه مهنيه عايز تحتل مكانه قويه، عايز تنتصر بالامور المهنيه، عندك ده. في حد بيدعمك في الوضع المهني، في حد هيشاركك او حد هيساعدك او حد بيطور منك او علي من شأنك او عايز ان انت تكون افضل او احسن بالفعل. برج الثور الامور المهنيه، اذا انت عندك في تحدي مع نفسك في ان انت تصلح علاقات وتبتدي خطوات جديده، وان انت تبقى عندك في امور ليها علاقه بيه، ان انا عايز ابقى حاجه قويه متميز اكتر، الجو ده. في حاجه تانية مهمه كتير برضو، يوم 6 ويوم 7 فترة قمر متواجد في برج القوس شوية، ده بيتك الثامن، فلازم اكون حريص كتير على الخلافات، لازم اكون حريص كتير على اني انا ما اتجنب الافعال السريعة او ان انا اكون بطور من نفسي بشكل سريع، بشكل ان انا مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، فخلي بالي كتير من افعال يا برج الثور. برج الثور برضو بالنسبة لينا في الأمور المهنية، أنت هيكون عندك عروض حلوة أو أصدقاء أو أشخاص هيكونوا بيعرضوا عليك عروض مهنية حلوة، على قد ما عندك أشخاص بيكرهوك أو أشخاص بيغيروا منك بمعنى أصح، وأشخاص يمكن مش عايزين لك الخير لأي سبب، سواء كره أو سواء غيرة، إلا أن أنت عندك في أشخاص بيدعموك حق وقريبين منك جدا، وعندك أصدقاء من العمل يمكن يكون كان في ما بينك وما بينهم مشاكل بعد ما كان علاقتكم قوية بعض، إلى أن بيرجع تاني علاقة بتكون وطيده وقويه، اذا في تصالح في العلاقات الخاصه بالصداقه. طيب بالنسبه للوضع المالي،
مدعوم من الناحية المالية من أشخاص، أو في ميراث أنت بتحصل عليه، في فلوس جاية لك، لكن أنت برضو في مطمع من الناحية المالية، يعني في حد طمعان في فلوسك أصلا. في عندك حاجة ليها علاقة ببيع أو شراء استثمار، أنت بتسأل كتير عن الحاجة دي، بتحاول أن أنت تعمل دراسة جدوى للمشروع ده، للحاجة اللي أنت بتحط فيها فلوسك، للحاجة اللي أنت بتستثمر فيها فلوسك. فعندك دي برضو جدا جدا. برج الثور، الوضع العاطفي. الوضع العاطفي بالنسبة لك أنت عندك كوكب الزهرة متواجد في برج القوس، لكن هيروح لبرج الجدي من يوم كام؟ من يوم 5. بتبدأ عندك في الأجواء بتكون لطيفة عاطفيا، بتبدأ تحس التأثيرات من يوم 6 ان يبقى فيها جو لذيذ شوية في الوضع العاطفي، فإذا هيبقى فيه ترابط في لقاء، بس فترة القمر متواجد في برج القوس بتطين شوية معاك الدنيا، يعني لازم أكون برضو رويح شوية. فهنا بتحس بأن الوضع العاطفي بيتحسن أو بياخد خطوة إضافية، ممكن يكون في اتفاق، في جو لذيذ، في ترابط، ها بيزيد، ها بنصلح علاقات، إلى أن أخلي بالي من نفسي أنا وأفعالي أنا وأقوالي أنا وكلامي أنا، لأنك أنت ذكي بالزيادة. عارف لما تبقى ذكي بزيادة خلال فترة هيبقى عندك ذكاء بزيادة، اللي هو بيخليك ان انت واثق من نفسك حبتين زيادة، او بيخليك انك تغلط شوية، أو اللي هو ما بتفكرش في الحاجة قبل ما بتعملها او بتقولها. فلازم اكون حريص كتير. الوضع العاطفي للناس اللي هم مش مرتبطين، انت العين عليك جدا، انت كتير عايز يرتبط بيك، كتير معجب بيك جدا، انت لافت الانتباه بشكل قوي 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 قوي، مهتم كتير بمظهرك، مهتم كتير بنفسك، مهتم كتير بالسوشيال ميديا بتاعتك. فعندك ده جدا يا برج الثور، وكتير فعلا بيراقبك، وفي ارتباط، يعني في اتفاقات، في ارتباط، في لقاءات حلوه، في جو بيحصل فيه ترابط زياده، في علاقه صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه. فعندك ده. الناس المرتبطين بقى والجو بالنسبه لنا حلو عادي، يعني هيكون في الروابط بتاعتنا بتقوى اكتر، في ممكن يكون مولود جديد او بدايه جديده او رعايه واهتمام ما بيننا اكتر احنا والشريك، خاصه من الابراج الناريه، مع ان الابراج الناريه المفروض ان انت على خلاف معاهم وعلى شديه معاهم، الا ان بيحصل فيه نوع من انواع ان احنا عارفين نرضي بعضينا. فعندك ده جدا. برج الثور بالنسبه لك للوضع العاطفي للناس اللي هم عندهم مشاكل بالفعل، هيكون في اجراءات تصالح او خطوات تصالح، وانا شرحت لك ده اجراءات التصالح والخطوات دي هتبقى ماشيه ازاي في 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 بدايه الفيديو. لكن في او للناس المنفصلين في رجوع، بس اكون حريص على افعالي وكلامي، وبرده انا شرحت لك الجزئيه دي في بدايه الفيديو. الوضع بالنسبه لنا كاسبوع بشكل متكامل انا شايفاه ان هو رائع جدا، بس انا هخلي بالي من ان انا انفعالاتي وكلامي، وان انا ما اخدش في حد في خلافات، ما احاولش ان انا حتى انتقم من حد. حاول على قد ما تقدر ان انت تعمل تغيير في نفسك جدا، اغير في شكل، اغير في ستايل، اغير في ديكور حاجه. لو انا عملت ده جدا يا برج الثور انا هكون ببقى افضل، ببقى احسن. فحاول دايما ان انت تخلي طاقه التغيير تتملكك بشكل قوي جدا، لانك فعلا فعلا محتاج تغيير، محتاج تجديد، فانت محتاج ده جدا، سواء بقى ستايل، ديكور، الجو ده. برج الثور بالنسبة لك كمان انت محتاج كتير ان انت تقرب من اشخاص حواليك بيحبوك، يعني محتاج ان انت تشوف مين اللي بيحبك بجد، انت عارفهم اكيد، مين بيحبك بجد، مين سندك بجد، وتقرب منه قوي. ليه؟ لان انت عايز تحس بالسند قوي، عايز تحس بيه ان انت مدعوم من اشخاص جدا، عايز ما تبقاش اللي هو انا عايش بقوة بشكل قوي مع نفسي، لا انا عايز لما احس بضعف عادي ان انا باين ان انا ضعيف قدام الناس دي. فانت عايز ان يبقى في ناس يعتمد عليها معاك، فحاول تقرب من الناس اللي حواليك جدا جدا. برج الثور ده بالنسبة لي توقعات الاسبوع الاول، بتمنى لكم كل الخير، بتمنى لكم اسبوع ايجابي واسبوع سعيد، وبتمنى ان انتوا تكونوا خدتوا بالكم من النصائح اللي اتكلمنا عنها. انا بشكركم كتير، بحبكم كتير، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.